لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب عن قال الإمام أبو داود رحمه الله، باب عن أوس ابن أوي أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. صححه الشيخ الألباني. مسح، قال ابن رسلان هذه الرواية محمولة على الرواية التي قبلها اللي هو رش مية حتى إيه غسل رجليه وهي في النعل، أو الرواية التي قبلها أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولعل المراد هنا بالمسح على القدمين المسح على الجوربين. قال ابن قدامة والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على سيور النعل التي هي على ظاهر القدم، فعلى هذا المراد مسح على سيور نعليه وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدماه. احنا عندنا لها احتمالين في هذه الرواية للإجماع، إجماع أهل السنة دون الرافضة على ما دلت عليه الأحاديث، ويل للأعقاب من النار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لمعة في قدمي أن يعيد الوضوء والصلاة، أن المسح لا يكفي على القدمين، ولكن إذا كان فيهما خفان أو جوربين ونعلين صح أن يمسح عليهما. وأما إذا كان فيها نعل فقط ظهرت رجله من السيور ولم يغط محل الفرد بخف ولا جورب فإنه لا يصح المسح على النعلين مجردا. الصندل أو غيره بقى، والشباشب العادية بتاعتنا دي كلها التي لا تغطي محل الفرد، فهنا الغسل يكون المسح يكون غسلا خفيفا بأن يصب الماء حتى يجري على رجله من الداخل ولا يلزمه خلع النعل. قال في بذل المجهود. قال الطحاوي بعد تخريج رواية أوس بن أبي أوس فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين، وقالوا قد شد ذلك ما روي بسنده، قد شد من صحة ذلك ما روى بسنده عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى المسح على النعلين، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجوربه مما لو كان عليه بلا نعلين جاز أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل. أو لما يكونوا الاثنين مع بعض يبقى يمسح على الإيه؟ على الظاهر منهما. ما يلزموش فك الرباط يا شيخ. بالظبط كده، ما يلزموش قلع الإيه؟ الصندل أو الشبشب اللي احنا بنلبسه طالما فيه نعل وإيه؟ وجورب. وحديث علي ده يدل إن خلعه للنعل ولو كان مسح عليه لا ينقض الوضوء. يعني زي قول الحسن في ما إذا لو خلع الجوربين أو الخفين لم ينتقد وضوءه كما لو حلق رأسه بعد المسح، وده القول الراجح رغم أنه خلاف قول الجمهور. ما يلزموش غسل رجله. يقول وقد بيّن ذلك ما حدثنا علي بن معبد بسنده عن أبي موسى سند الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وكذلك عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه. إذا مسح على الجوربين والنعلين مش معناها الجوربين لوحدهما والنعلين لوحدهما،
لا بل الاثنين كانوا ملبوسين في كراسي بدل الوقفة في كراسي فضل. قال وقد روى يعني ابن عمر في ذلك وجه آخر فأخرجه بسنده عن نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. ده الوجه الثاني لمعنى المسح والغسل الخفيف، انه بيدخل المية ورجله في النعل ويمسح الظاهر عشان يجري المية. ايه مش المسح بمعنى المسح، المسح بمعنى الغسل الايه الخفيف. يبقى المية هتجري بايديه. انت اصلا لما تيجي تتوضى كده وتوصل المية الى مرفقك انت بتلاقي بعدها ان المية بتنقط من المرفق، بس انت وصلته بايه؟ بمسح بدلك. يعني المقصود بالمسح هنا بمعنى الايه؟ الدلك. السيور بضغط الجلد. ما عشان كده دخل ايده من فوق القدم او من تحت السير. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. فاخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه ويمسح على قدميه، فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على نعليه كان فضلا. قلنا الصحيح أن المقصود كده مش أنه مسح على رجليه فقط. حديث إحنا حديث أوس بن أوس وغيره من الأحاديث التي فيها المسح على النعلين والجوربين أو مسح على النعلين والقدمين مقصود بهما قدمين عليهما جوربان مع ولود النعل، فإذا مسح عليهما معا على سيور النعل وعلى بقية ما ظهر من الجورب كان ذلك مسحا صحيحا. وعلى القول الثاني أن المسح على القدمين المقصود به إدخال اليد بالماء ليدلك رجله وهي في النعل لكي يجري الماء عليها، فيكون الغسل ما فيكون المسح المقصود به المسح الخفيف الغسل الخفيف. يعني الحالة دي الجوربين مش مغطين محل الفرد؟ لا دي حالة بقى نعل بس على رجله واللحم باين، فهيدخل ايده بالمية من تحت النعل يدلك بيهم رجله، المية هتجري على رجله فيسمى غسلا وهو غسل خفيف. يصح ان يسمى ايه؟ مسحا. لا استوعبها مين لك ما استوعبهاش؟ لا لازم هيستوعبها، هي المشكلة في اللي قدام واللي في ورا هيفعل نفس الأمر. استنوا واحدة واحدة بس. تقول ايه؟ ايوه طبعا نعل وجورب يكون ملبوس على طهارة، اللي هيمسح عليه يكون ملبوس على طهارة، اللي مش هيمسح يعني هو دلوقتي لابس الجورب على طهارة وانتقد وضوءه ولبس النعل فوقه، ما ينفعش يمسح على النعل. يقلع النعل ويمسح على الجورب. لو مسح على الجورب مره وبعدين يلبس النعل، لا كده طهاره بال زي ما تكون بقى. ما خد بالك هو الموضوع لازم يكون الاثنين ملبسين على طهاره. ما ينفعش يمسح على حاجه ما اتلبستش على طهاره بالماء، جوربين ونعلين، اي حاجه. جوربين فوق بعض، جورب وموق، الأعلى منهما ما يتمسحش عليه إلا لو كان ملبوس على طهارة مائية. يقول في حديث أوس ابن أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة اللي هم معاهم جوربين، أو كما قال ابن عمر اللي بيدخل رجله يدلك. فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأن لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين، وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك. بس مسح القدمين إزاي؟ الصورة التي ذكرنا. وما عرضه وما نسخه من باب فرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه الحديث فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين. يعني هيقول يا إما ده منسوخ يا إما يحمله كما ذكرنا على الغسل الخفيف. ومن طريق النظر لنعلم كيف حكمه، فرأينا الخفين
اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما. ما يطلع نص صوابع ورا كده زي اللي بيربط رباط ضغط وصوابعه كلها بين، هذا باتفاق ليس إيه موضعا موضعا ليس جوربا يصح المسح عليه. الخروق اليسيرة التي يظل اسم الجورب معها يصح المسح عليه، لم تكن تسلم خفافهم من الخروق. يعني الشربات بتاعت الايام اللي هي مقوره ديت لما تغطيها الاصابع يا دوبك دي يصح المسح عليها؟ لا لا تشرب من الفرس. يعني ايه المقوره دي؟ مقطوعه يعني دلوقتي وجه كف الرجل يا دوبك مكان الاصابع. لا ده موضوع تاني بقى، ده اللي مغطي تحت الكعبين مش مغطي فوق الكعب ما ينفعش المسح عليه، محل الفرض، لازم محل الفرض. قول الزهر يا شيخنا هل كانت نعاية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بنقول خروج مع ويستنى اسمه ايه؟ اسمه يعني الجورب المخرق والنع والخف المخرق اسمه نعل، لو 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 زال عنه الصبع كلها طلعت خلاص ما بقاش نعل، ما بقاش خف اقصد ولا جورب. طب قول الثوري خلاص بقى امسكوا عن الاسئله هتلاقيها اصلها هنجاوب عليها. يقول فكل قد اجمع انه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين انما يجوز اذا غيب اذا غيب القدمين، ويبطل ذلك اذا لم يغيب القدمين، وكانت النعلان غير مغيبتين للقدمين، ثبت انهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، يبقى لا يجوز المسح عليهما. قلت ويمكن لصاحب بدل المجهود، انتهى كلام الطحاوي. قلت ويمكن ان يوجه هذا الحديث بانه مسح لنا عليه وقدميه اي بالغسل، كما تدل عليه روايه ابن عباس التي تقدمت في باب الوضوء مرتين، وفيهما فرش على رجليه اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه. مسحها يعني ايه؟ دلكها دلكها. ويمكن ان يقال في تاويل هذا الحديث انه مسح القدمين والنعلين عندما نزل قوله تعالى بالجر اللي هي قراءه ارجلكم ثم نسخ، والدليل على النسخ قوله ويل للاعقاب من النار. هذا ليس جيدا، لان يعني الصحيح ان قراءه الجر هي في الجوربين والخفين، قراءه الجر وارجلكم انها في الخفين والجوربين، او ان الجوارب هي خفاف. قال الزيلعي في نصب الرأي ولاحاديث مسح النعلين ثلاثة أجوبة. الأول أنه كان في الوضوء المتطوع به وذكر الآثار الدالة عليه. الثاني ما يعني إذا كان وضوء غير ليس فرضا. والثاني ما خلاف الظاهر طبعا. والثاني ما قاله البيهقي أن إن معنى مسح عليه أي غسلهما في النعل لرواية ابن عمر يتوضأ فيهما. والثالث ما قاله الطحاوي أنه مسح على الجوربين والنعلين وكان المقصود الأول. إذن ثلاث أجوبة كل منها صحيح. المسح على النعلين مسحا بلا غسل ولا جورب باطل. ناقل صاحب الغاية الثالث عن الخطابي وزاد عن البيهقي أن معناه جوربين منعلين. وبسط صاحب الغاية الاضطراب في الحديث سندا ومتنا. قال باب في الاستنثار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، ذكر المبالغة قال أي أعلى نهاية الاستنثار، أو ثلاثا لم يذكر المبالغة في الثلاث، وكأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة. قال الشوكاني والحديث يدل على وجوب الاستنثار، قلنا ليس بواجب
لترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، المضمضة والاستنشاق والاستنثار للمسيء صلاته في موقع البيان، ولم يزد على ما دلت عليه الآية، والآية بينة محكمة غير مجملة، وتضمنت غسل الوجه فقط، وهو ما يواجه به وهو الظاهر. قال: والمراد بالغتين، أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل. أما تقييد الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثا، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم. دي قواعد الشوكان المستقلة الشاذة المنكرة، أنه يجعل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام خاصة به، الخصوصية لا تثبت بمجرد أنه أمر. والاحتمالات اللي بيذكرها دي مش مذكورة عند أهل العلم نهائيا، يعني لولا أني يعني لست الذي ينقل الإجماع لقلت أن الإجماع على صحة من توضأ واستنشق واستنثر مرة واحدة، بل هي كذلك، هي إن شاء الله في إجماع. يعني القول بالاحتمال ده تدريب رياضي نظري بس كده، واحد بيدرب اللي بيقرأ على الاستدلال ازاي، يعني ممكن نقول كده ممكن نقول كده، لكن هذا ليس بقول احد من اهل العلم، مش ان احنا مجرد الاحتمالات تطبيق القواعد الاصوليه بهذه الطريقه يكون مقبولا. اخرج ابو داود، يبقى يعني هدول المبالغه في الاستنشاق مستحبه ومتاكد الاستحباب فيما اذا كانت مرتين، الا ان يكون صائما فقد نهي عن المبالغه في الاستنشاق. أخرج أبو داود الطيرسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة. قال الحافظ: وإسناده حسن. والمقصود به عند الحاجة إلى ذلك يتأكد الاستنثار ثلاثا لإخراج فضلات الأنف. عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه لقيط ابن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، مش هي دي اللي معاكم دلوقتي، احنا نتكلم على تكملة أبواب عون المعبود التي لم تطبع في الورقة الصغيرة. احنا جبنا أبواب، الباب رقم 62، وفي 7 أبواب تركت. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال: وأوتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاه. ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. مش عشان الزكاة طبعا، الزكاة عند 120 مش كده، لكن يقصد زهدا رضا بما قسم الله. قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد،
قال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صحيح. وفد بني المنتفق، المنتفق هو جد صبرة، عن صبرة، عن عاصب بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط ابن صبرة. صبرة هو جد صبرة، المنتفق هو جد صبرة، اسم القبيلة. بنو المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم، وهو كذلك إذا كان في موضع يقدر على إظهار الدين فيه، لا يلزم الهجرة طالما قدر على إقامة الدين. وده الكلام ده في عام الوفود، كانت الجزيرة العربية كلها ترسل الوفود وكانوا قادرين على إقامة الدين. لم نصادفه، قال في الصحيح صادفت فلانا وجدته، ده دليل على إن لفظ الصدفة إيه؟ ليس حراما، لكن صادفته يعني وجدته، لقيته على غير موعد. قال لقيت فأمرت لنا، أي عائشة، بخزيرة. الخزيرة ولحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل هي حساء من دقيق ودسم، وقيل إذا كانت كان من دقيق فهو حريرة. الحريرة عبارة عن دقيق ولبن أو دسم طبخان، وإن كان من نخالة فهي خزيرة. النخالة دي اللي هي زي الردة. وأتينا بقناع، طبق الذي يؤكل فيه، وقيل له القنع والقنع، وقيل القناع جمعه. القناع الطبق، هذا كلامه مدرج من أحد الرواة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبتم شيئا من الطعام أو أمر لكم؟ الظاهر أن هذا شك من لقيط بن صبرة، فبين نحن كلمة بين بمعنى الوسط، المقصود بها بينما، لا يضاف إلى الاثنين في الصعيدة. يقول عوان كقام مثل قوله تعالى عوان بين ذلك، يعني بين دي تستعمل في الزمان وتستعمل في المكان. بين نحن جلوس، المعنى بين أوقات نحن جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إذ دفع الراعي غنمه، دفع إساق الراعي غنمه، كانت الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المراح، المراح حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، ومعه أي مع الراعي أو مع الغنم. قال الجهري الغنم اسم مؤنث. ما قال ما ولدت ومعه، يقول ومعه سخلة تيعر، السخلة ولد الشاة من المعز والضأن، حين يولد ذكرا كان أو أنثى، وقيل يختص بأولاد المعز. تيعر صوت الغنم أو الماعز الشديد، أو الشديد من أصوات الشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت، قال ولدت الشاة توليدا، إذا حضرت ولادتها فعالجتها حتى تبين الولد، حتى تبين الولد منها، تبين الولد منها، حتى تبين ينفصل الولد منها، والمولدة القابلة. والمحدثون يقولون ما ولدت يعنون الشاه، والمحفوظ ولدت خطاب الراعي. قال أبو سليمان الخطابي هو بتشديد وفتح. أهل الحديث يخففون اللام ولدت، وهو غلط، يعني أنا قلتها في الأول زي أهل الحديث. قال يا ما ولدت يا فلان، قال بهمة، أي ولدت الشاة بهيمة.
قال هذا الحديث يدل، قال ابن الأثير هذا الحديث يدل على أن بهمة اسم للأنثى، لأنه إنما سأله ليعلم أذكرا ولد أم أنثى، وإلا فقد كان يعلم إنما تولد أحدهما. قال السيوطي ويحتمل أن يسأل أنه سأل ليعلم هل المولود واحد أو أكثر ليذبح بقدره من الشيات الكبار، كما قال دل عليه بقية الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانها أي مكان السخلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن قال لقيط ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن. قال النووي في شرح مراد الراوي أنه صلى الله عليه وسلم نطقها هنا مكسورة السين، لم ينطق بها لا تحسبن، فلا يظن ظن أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى أو شككت أو غلط، أنا متيقن بنطقه صلى الله عليه وسلم بالكسر لا تحسبن وعدم نطقه بالفتح. لا تحسبن أن ذبحناها، لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، أي شاء أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم نتكلف لكم بالذبح لئلا يمتنع منها وليبرأ من التعجب والاعتداد على الضيف، يعني ما بقاش متكبر على الضيف بتاعه، يعني إنما ذبحتها لك عشان تجيد. يعني يقول لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، لا نريد أن تزيد على 100 فتكثر، لأن هذا القدر كاف لإنجاح حاجتي، ذبحنا مكانها شاة قد استمروا بي على هذا الحال، فلأجل ذلك أمرناها بالذبح، فلا تظن بي أني أتكلف لكم. والظاهر من هذا القول أنهم لما سمعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذبح اعتذروا إليه وقالوا لا تتكلفوا لنا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحسبن. قال لقيط إن لامرأة في لسانها شيء عن البذاء، الفحش في القول، المرأة بذية والرجل بذي اللسان يبذو بذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها إذن، أي إذا كانت المرأة ذات لسان وفحش فطلقها. قال إن لها صحبة ولي منها ولد، يطلق على الواحد والجمع. قال فمرها، أي المرأة أن تطيعك ولا تعصيك في معروف، أي عظها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي عظها، أمر من الموعظة وهي بالطرق الحسنة، بالطريق الحسنة أسرع للتأثير. فأمر لها بالموعظة لتلين قلبها، لتلين قلبها فتسمع كلام زوجها سمع قبول، فإياك فيها خير فستفعل، هي فإياك يعني، ولكن خففوها بحذف النون، فستفعل ما تأمرها به. قال السيوطي في رواية الشافعي وابن حبان فستستقبل، يعني لكن ليس مشهورا، وكأنه ولا تضرب ضعينتك ضرب أميتك، ضرب الأمة يعني. قيل للمرأة ضعينة لأنها تضعن مع الزوج حيثما ضعن، أو تحمل على الراحلة إذا ضعنت، وقيل هي المرأة في الهودج، ثم قيل للمرأة وحدها وللهودج وحدها. قال السيوطي هي المرأة التي تكون في الهودج، قيل هي الزوجة وده الصحيح، كضرب أميتك تصغير الأمة ضد الحرة أي جويريتك، والمعنى لا تضرب المرأة مثل ضربك الأمة، وفيه إيماء إلى لطف الأمر بالضرب بعد عدم قبول الوعظ، لكن يكون ضربا غير مبرح. قال أسبغ الوضوء، أي أبلغ مواضعه وأوفي كل عضو حقه وتممه، ولا تترك شيئا من فرائضه وسننه، وخلل بين الأصابع. التخليل تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال شيء في خلال شيء. التخليل اتخاذ الخل، ده مش تبع الحديث، تخليل اللحية والأصابع في الوضوء إذا فعل ذلك قد قال قد تخللت. الحديث فيه دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين، أدل على استحباب ذلك لأن المقصود هو الغسل، فإذا وصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين فقد أجزأ، أما
التخليل فليس بواجب، إذا إلا إذا كان لا يصل إلى تنظيفهما وإزالة الوسخ الذي يمنع وصول الماء إلى أجزاء ما بين الأصابع إلا بذلك. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أي فلا تبالغ، كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض سنن الوضوء لأن السائل كان عارفا بأصل الوضوء، ولذلك لم يسأله عن ظاهر الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع، فإن الخطاب بأسبغ إن أسبغ إنما يتوجه نحو من علم صفته. برضو يقول في ذلك على وجوب الاستنشاق ليس دليلا ظاهرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.